خلونا نروح لفقرة حائط صد. بعد ما حضراتكم شفتوا هذه التحديات اللي بتنتظر فريق الكورة النادي الأهلي خلال فترة التوقف القادمة، وبعد ما فريق عمل البرنامج تابع القنوات والبرامج والصحف كالعادة، كان هناك شيء يجب أن نتوقف عنده ونرد عليه. عدد كبير من الأخبار والتقارير والكلام اللي ملوش مصدر، بكرر تاني، ملوش مصدر. هذه التقارير تتكلم عن صفقات وانتقالات وخلافات ولاعيبة عايزة تمشي وكلام أغرب من الخيال. الأسوأ، الأسوأ والحقيقة ده الأسوأ، أنه تم إقحام الأزمة الصحية اللي بيمر بيها نائب رئيس النادي الوزير العمري فاروق في بعض الأخبار دون أدنى مسؤولية من اللي بيروجها. يعني تقارير مختلفة وكلام عن برامج أو كلام في بعض البرامج عن خريطة صفقات النادي الأهلي. تخيلوا حضراتكم الكلام ده بيكون بالأسماء، لاعبين محليين وأجانب من أندية مختلفة بتلعب معانا، موجودة معانا في الدوري، وبيقولوا إن الأهلي هيختار منهم وخلص بالفعل مع بعضهم، وكمان لجنة التخطيط عرضتهم على كولر، وكولر اختار فلان وهيمشي فلان. أنا بس اللي أنا نفسي أفهمه، هو حضرتك بتعرف الكلام ده إزاي؟ أولا هو كلام غير صحيح، وحضراتكم بتعرفوا ان 90% من الاخبار هي غير صحيحه لانها بدون مصدر، مش هقول لك 100% ولكن 90% من الاخبار كلام. انا نفسي اعرف هو اللي بيعمل الحاجات دي مين يا جماعه؟ كابتن خطيب، لجنه التخطيط باعضائها معروفين، كابتن محسن، كابتن زكريا، كابتن حسام غالي، بعد ما بيتفقوا على كل حاجه بيقعدوا مع الراجل، احنا عندنا اسلام هيمشي، طيب هتجيب مين؟ انت عايز تمشي اسلام ولا عايز تمشي فلان؟ يقول لك انا هصبر شويه، لسه شويه، ومن تعاملي مع هذا الرجل واللي انا عارفه ان الرجل ده مش هيمشي حد، او مش هيقول انا همشي مين ولا هعمل ايه غير قبلها بفتره قصيره جدا، لان هو بيدي فرص للناس كلها وعايز يشوف الناس كلها، فهو ممكن يقول النهارده انا همشي اسلام وبكره يجي اسلام يتالق في مباراه يقول لك انا هقعده مثلا. يعني انا بقول اي كلام، يعني بقول مثلا ممكن يحصل كده. فعشان كده انا بقول لحضرتك احنا لسه في نص 11، ممكن الكلام ده يحصل على نص 12، تبتدي بعض الامور تتضح. فمثلا انا هجيب لحضرتك بالاسم اهو كلام عن علي معلول بشكل خاص، والكلام بيقول ان في مشكله وخلاف على التجديد، هيجدد سنه ولا اتنين، وكيلو بيقول كذا وعلي معلول رأيه كذا. طيب خليني أقول لحضراتكم أن هذا الكلام هو كلام غير حقيقي وبدون مصدر. المصدر لو أنا اللي هقولك، أنا إسلام بقولك أنه علي ولم يتكلم في هذا الأمر. الكلام اللي أنا بقوله ده، الكلام اللي أنا بقوله ده من بقى علي، أنا استأذنته طبعا. فالكلام اللي انا بقوله بقال لك ما حدش كلام، والله ما في الكلام ده يا جماعه. انا الحقيقه فانا بستغرب جدا 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 من هذا الكلام. اذا كان هناك توافق ما بين النادي الاهلي وما بين علي معلول في ان هو يحصل حاجه، سواء ان هو يكمل او ما يكملش، صدقوني صدقوني، وده ليست معلومه، ولكن لو علي هيكمل على هيتشال على الدماغ من فوق، لو علي مش هيكمل هيتشال على الدماغ من فوق. خلي بال حضراتكم من هذا الكلام كويس جدا. فما ينفعش دلوقتي يتقال ان علي بيشترط او النادي الاهلي بيتشرط او علي بيتشرط. الكلام ده غير صحيح، والله غير صحيح. الاغرب من كده ان احد المواقع عامل لايف وعمالين يحكوا عن قرار الاطاحه بامير توفيق مثلا مدير التعاقدات، وبيقولوا ان مرض الاستاذ العمري فاروق هو اللي دفع كابتن محمود الخطيب لتاجيل القرار. لو في قرار زي ده كان تم اتخاذه، لانه العمري بيه لو يعني لو موجود في وسطنا كان عادي، وحد تاني تعبان كان هيتاخد القرار.
لان ده قرار يخص النادي. مش معقول يا جماعه اللي احنا شايفينه وبنسمعه. كابتن خطيب رجع من السعوديه ودائم التواجد في المستشفى للوقوف بجانب اسره العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي. ولا يوجد اي قرارات سريه في النادي الاهلي. القرارات بتكون في مسارها الطبيعي من مجلس اداره وكابتن محمود المفوض بملف كره القدم وفي لجنه التخطيط وفي شركه الكوره. ولكن انا عارف ان فتره التوقف يبدو ان الناس عايزه تقول اي حاجه وتقول اي كلام عشان فتره التوقف دي تعدي. ولكن صدقوني لو في اي حاجه هتلاقي تصريح رسمي من منصات النادي الاهلي. لو مفيش انا بقول لحضرتك صدقني الكلام بيبقى غير حقيقي. الناس اللي بتشتغل على عيني وعلى راسي والله يعني ببقى سعيد جدا بالناس اللي بتشتغل وبتجتهد، ولكن والله او بلاش الواحد يحلف، لكن صدقوني ما حدش اتكلم في صفقات، ما حدش اتكلم في مين ماشي، ما حدش اتكلم في مين جاي لسه. الراجل اعتقد ان هو بيكون بيقرر شيء وبيقعد مع الناس يقول لهم، طب الراجل مش موجود هيحصل ايه؟ لكن اللي بيحصل ده كله الغرض منه الاضرار بمسيره فريق الكوره، وجهه نظري. لان احنا عندنا ارتباطات كبيره جدا 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 وتحديات مهمه جدا زي ما حضرتك شفت كده في التقرير. دوري ابطال افريقيا ودوري وكاس عالم وبعده كاس السوبر. كل ده قبل يناير، خلي بال حضراتكم. كل اللي انا بقوله ده قبل يناير، ازاي بقى انا هطلع كمدرب او كمدير فني اقول ان انا عايز امشي فلان وقعد علان وعايزين نجيب كذا؟ يبقى ما هو الغرض من ترويج كل هذه الاشاعات؟ ف 24 ساعه اللي انا بقوله ده كل ده من امبارح للنهارده. كل ده من امبارح للنهارده. وجهه نظري الغرض من هذا الامر هو هز استقرار فريق النادي الاهلي. انا قلت لحضراتكم في اشاعات كتير، ولكن برضو انا قلت لحضراتكم اننا هنفضل في من خلال حائط صد ان احنا نرد على هذه الاشاعات. واللي انا قلته لحضراتكم ده عينه بس من اللي بيتكتب وبيتقال في بعض البرامج، وكل ده خلال 24 ساعه فقط. مره تانية هذا الكلام غير حقيقي، كلها اشاعات لا اكثر ولا اقل، ومحدش من فضل حضراتكم يبص لهذا الكلام.